وصفها الحوثي بالخاطفة الغادرة وتوعد بالرد السريع، بينما قالت بريطانيا إنها كانت ضربات محدودة وضرورية وأبدت استعدادها بتوسيعها إن احتاج الأمر. أكثر من 12 غارة جوية أمريكية بريطانية استهدفت اليمن، نفذتها طائرات تايفون حربية، إضافة إلى هجمات أخرى مكثفة شنتها سفن وغواصات. وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قال إن التحالف استهدف القدرات الحوثية للطائرات والزوارق المسيرة والرادارات الساحلية والاستطلاع الجوي، وجاء رداً على هجمات جماعة الحوثي غير المشروعة والخطيرة والمزعزعة للاستقرار. بينما وصف وزير الدفاع البريطاني جراند شابس الضربات بالدقيقة والضرورية لحماية السفن وحرية الملاحة في البحر الأحمر. منذ 19 من نوفمبر 2023 وحتى 9 من يناير 2024 نفذت جماعة الحوثي في اليمن ما يزيد عن 27 هجوما ضد سفن عابرة في البحر الأحمر يرون أنها على صلة بإسرائيل، وذلك ردا على حرب الأخيرة ضد قطاع غزة. وبالعودة إلى اليمن، فقد أفاد مراسلون أن ضربات التحالف استهدفت مطار صنعاء ومحيط مطار الحديدة ومطار عبس بمحافظة حجة شمال غرب البلاد، وكذلك منطقة الجندي شمال محافظة تعز، إضافة إلى مطار تعز ومعسكر اللواء 22، كما استهدفت الغارات ذمار ومناطق متفرقة من مديرية زبيد ومعسكر كهلان في صعدة. عبد الله بن عامر القيادي في جماعة أنصار الله الحوثيين قال إن الحوثيين لم ولن يترددوا في الرد، وإنما تقوم به قوات جماعته في البحر الأحمر يأتي في إطار الدفاع المشروع، كما توعد بضرب القواعد الأمريكية والبريطانية في المنطقة إذا وسعت واشنطن ولندن المعركة. الولايات المتحدة ومنذ أشهر تضع قواتها في الشرق الأوسط في حالة استنفار دائم، كما أعلنت واشنطن قبل نهاية 2023 عن تشكيل قوة بحرية مشتركة من عدة دول تحت اسم حارس الازدهار، هدفها رد هجمات الحوثيين في البحر الأحمر. فهل تتوسع رقعة الحرب لتشمل دولا أخرى في المحيط العربي، أم أنها مجرد جولات حربية تنقضي بالرد الخاطف السريع هدفها الاستعراض من كلا الجانبين؟